بما أن الحديث عن القرآن واتباع القرآن وأنه شفاء لما في الصدور، وسمعنا كلام المشايخ من قبل جزاهم الله خير، وما دام نطول عليكم، كيف الإنسان يا جماعة يتعلم القرآن؟ نأخذ حديث واحد من صحيح البخاري وغيره من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، يعني سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر الأعمال اللي بيحبها الله سبحانه وتعالى، قال: أدومه وإن قل، وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أكلفوا أو إكلفوا، كلها صحيحة، إكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تمل. الحديث بيورينا كيف نستفيد ونتعلم القرآن، لأنه زول لما يسمع مثل هذه المحاضرات وإنه لابد يحفظ القرآن ويتعلم القرآن ويراجع ويرتل ويفتح المصحف، بيجيه حماس عالي، فيمشي البيت يخط المصحف يقول الليلة بقرأ كله وأحفظ لي جزء كامل وكذا، فيبدأ يقرأ يشيل حاجة كثيرة، يوم يومين ثلاثة ينقطع، لأنه نفسه ما لا ملت، والنفس تمل حتى من العبادة حتى من الطاعة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوا عن أحب الأعمال اللي بحبها ربنا قال: أدومها أو أدومه وإن قل. والفهم الصحيح للجملة دي، لأنه في ناس بيفهموها خطأ، يقول لك معناته أشيل قليل، لأنه النبي قال أدومه وإن قل، المعنى ما إنك تشيل قليل أو كثير، المعنى إنك تشيل الشيء اللي بتداوم عليه. في ناس ممكن يداوموا على كثير، في ناس موفقين وناس نابغين، ممكن يزول يتعلم كثير في اليوم. الإمام النووي كان في اليوم الواحد بيدرس 12 درس أو بيدرس 12 درس في اليوم الواحد، بس أصلنا في الأسبوع كامل ما نقدر شنو ندرس أو ندرس 12 درس، ما تقدر لا تدرس لا تدرس. ففي ناس موفقين يعني، عثمان بن عفان صح إنه ختم القرآن كله في ليلة واحدة، لكن المعنى الصحيح إن ما تستطيع أن تداوم عليه، عشان كده قال أدومه وإن شنو قل. وفي لفظ: وكان أحب العمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما داوم عليه صاحبه وإن قل. وفي رواية: وكان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوه. في كل شيء، في حفظ القرآن، في تعليم القرآن، في تعليم السنة، في عبادة ربنا سبحانه وتعالى، أخذ الحاجة اللي أنت شنو يا جماعة بتستطيع تداوم عليها، يعني تستمر عليها. إذا أخذت الحاجة اللي بتستطيع تداوم عليها وداومت عليها، ده يعتبر أحب العمل إلى الله، أيا كان العمل من أعمال الطاعة والعبادات، أيا كان من أنواع العبادات والطاعات، قراءة قرآن، صلوات، نوافل، صيام الاثنين والخميس، الثلاثة أيام، أيا كان العمل طالما هو صالح وثابت في الكتاب والسنة وإنت أخلصت فيه، اختار الكمية اللي إنت بتقدر شنو يا جماعة تداوم عليها. والآن يا جماعة إحنا والله مشغولين، وبالذات في البلد دي الناس مشغولة، يعني ما تغوش نفسك ساكت، ما بتقدر تمشي تقرأ مثلا القرآن كله في رقعة واحدة، ولا بتقدر كل يوم تراجع لك 10 أجزاء في الغالب، يعني إلا القليل من الناس من رحم الله. فإنت أخذ حاجة ولو بسيطة بس تستطيع شنو تداوم عليها، والحاجة البسيطة اللي بتداوم عليها هي كثيرة ما بسيطة. كذا الواحد يجرب كل يوم يحفظ آية واحدة من القرآن، آية واحدة بس، لكن الصمت في يوم لو عيان ذات واحفظ بتلقاها كثيرة.
وبعد شوية قد يغلبك مراجعة ما حفظت ذات من الآيات. إذن الشيء المداوم عليه أول شيء حب إلى الله من أي عمل تاني ولو كان قليل، ده واحد. اثنين، الشيء المداوم عليه بيثبت يا جماعة، بيثبت في القلب. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال أكلفوا أو إكلفوا، النطقين دي الصحيحات في الحديث، إكلفوا أو أكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا. ما تطيقون، اكلفوا يعني خذ من الأعمال الشيء اللي انت بتقدر عليه وبتطيقه نفسك، والنفس دي يا جماعة ملولة بتمل حتى من الطاعة حتى من العبادة. عشان كده جاء الحديث ده انك تشيل ما تطيق من العمل. والحديث عنده قصص كثيرة بالمناسبة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كم مرة، مرة صام واصل ما فطر مع مغيب الشمس المغرب، واصل طوال ثاني يوم، فلقى الصحابة واصلوا معه قالوا لماذا فعلتم هذا؟ قالوا يا رسول الله إنك واصلت. قال إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. فنهاهم وقال لهم أكلفوا أو إكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تمل. مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس الحديث ده وهو في البخاري من رواية عائشة لما دخل عليها وكانت عندها امرأة من بني أسد، أول ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل هي مرقة المرأة، فقال من هذه؟ قالت يا رسول الله إنها تذكر من صلاتها أنها لا تنام بالليل، الليل كله بالسهر الصباح يوميا ما بتنوم أصلا، تصلي للصباح كل يوم. فقال مه اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيكرر الحديث ده لأنه مهم جدا ويدخل معاك في جميع أبواب الدين. القرآن وهو حديث اليوم في هذا اللقاء، أخذ منه الشيء اللي بيطيق نفسك لكن داوم عليه. لو بيطيق آية أخذ آية، لو بيطيق آيتين أخذ آيتين، لو بيطيق جزء أخذ جزء. وكيف الموضوع ده مع برنامجك؟ في ناس من أخواننا وفي ناس من الشباب ومن الأعمام، الواحد شغال شغل شاق بيطلع بعد الصبح ما بيجي راجع إلا بعد العشاء، ده لابد يشيل شنو يا جماعة؟ يتعلم شيء بسيط. الصحابة كما قال ابن مسعود كنا لا نتجاوز العشر آيات، لا نتجاوز يعني من عشرة وأقل الاتعب، فنتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم ونحفظها ثم ننقلب ونعلمها أهلنا فتعلمنا العلم والعمل معا. وهل الآن في زول أعلم من الصحابة؟ ما في، ما في أحد أعلم من الصحابة. ليه؟ لأن يا جماعة دل أخذوا من الأعمال ما يطيقوا، ما يطيقوا. عمر بن الخطاب كان بيطلع كما جاء في البخاري يمشي يوم إلى عمله، عمله الدنيوي، وجاره أنصاري، جاره في البيت أنصاري، داك بيمشي للنبي صلى الله عليه وسلم يشوف ما نزل من الآيات والعلم والأحاديث ويتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، يجي يوري عمر. عمر بن الخطاب الرزق جابه يقسم على الأنصاري، بكرة يحصل العكس، عمر بن الخطاب يمشي للنبي صلى الله عليه وسلم، الأنصاري يمشي شنو؟ العمل، ويجي راجع يقسموا مع بعض، وذاك يوري العلم الجابه من النبي عليه الصلاة والسلام. في زول أعلم من عمر الآن؟ وشغلة بسيطة، عشان أنت ما تسمع الكلام إنه كذا والقرآن، قصد المشايخ ما إنك أنت تمشي الآن ترص المصاحف تقول هات سبع فضل، ما بتقدر، هو نزل في 23 سنة، أنت في 23 دقيقة تقدر تنتهي؟ لا، 23 سنة. عشان كده السلف قالوا ربنا سبحانه وتعالى ليه خلق السماوات والأرض في ستة يوم؟ ليه في ستة يوم؟ قال السلف كما نقل البغوي قالوا الله عز وجل على كل شيء قدير، صح؟ إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، لكن قال خلق في ستة أيام، قالوا ليعلمنا التدرج في الأمور. زول الدرج الإمام الزهري، شوف إمام عظيم جدا من السلف، قالوا له كيف جمعت هذا العلم؟ علم غزير. قال بالحديث الواحد والحديثين والمسألة والمسألتين. شوية شوية قال لك كيف جمعت العلم العظيم ده؟ قال شوية شوية.
فأكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا. آخر وقف الحديث إن الله لن يمل حتى تملوا. الشيخ العثيمين قال إن كان هذا الحديث، ده كلام الشيخ العثيمين كده، قال إن كان هذا الحديث فيه إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى فتثبت لله على باب باقي الصفات على ظاهرها من غير تشبيه، يعني ليس كمال شنو المخلوقين الذي هو صفة نقص عند المخلوقين من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. الشيخ الفوزان قال إن الله لن يمل حتى تملوا، قال هذا من باب المقابلة كالصفات التي جاءت ويمكرون ويمكر الله، نسوا الله فنسيهم وهكذا يعني. فالمهم فإن كان الحديث يدل على هذه الصفة فالصفة بالصفة التي تليق بالله سبحانه وتعالى، لا نشبهها ولا نكيفها ولا نعطلها ولا نحرفها. هذا معنى الحديث، والله تعالى أعلم وأحكم. جزاكم الله خير، بارك الله.